هاي، مثل ما قلت لكم قبل البريك، ضيفي انا شخصيا كثير بحبه وبعتقد انتم كمان بتحبوه. ضيفي غسان رحباني. شو بلش وجع الراس؟ انا اترك خلص انتروداكشن. ما في كثير. هو اسمك باسمك انتروداكشن حتى ميوزيك روك ديستورشن. هذا شو الاشاره؟ هذا مين عملها؟ تبع البرنامج. مين عملها؟ عباره ما بعرف. تكون حلوه، تكون شيرين. انا بحب. نحن ناطرين يعني، في حدا وعدني بده يعمل لي موسيقى لسيزون 2. ما قلت لي؟ ما بعرف. يلا اذا بدك هذا ستايل انا ستايلي. ثانك يو. كيفك؟ منيح. شقنا لك ونحن بالاكثر. ماشي، عنا زمان ما شفنا ضحكتك، ما شفنا هيك هضامتك. بعرف قطعت بظروف صعبه، ان شاء الله اليوم تكون حلقه هيك يعني، يعني نجرب قد ما فيي. بعرف ان شاء الله خير. ليك انا رح بلش اول شيء بتشات جي بي تي اللي هو الذكاء الاصطناعي. بخبرني اخبار عجيبه غريبه عن ضيوفي. فسالته اليوم عرفني عن غسان رحباني، حتى تشوف شو كتب لي. بالعربي حكيته؟ ايه بالعربي. ما رح يفهم. غسان رحباني هو موسيقار وملحن لبناني، ولد في 4 ايار 1953. وهو ابن الراحلين الشاعر مانويل رحباني والمطربة فيروز. يعني فيروز شاعر مانويل والمطربة فيروز. الراحلين عرفت. يعتبر غسان رحباني واحدة من أبرز الموسيقيين والملحنين في العالم العربي. قدم غسان رحباني العديد من الألبومات الموسيقية والأغاني التي حققت نجاحا كبيرا. عمل بالتعاون مع والدته فيروز في إنتاج العديد من الأعمال الموسيقية التي أصبحت أغاني تاريخية معروفة في الثقافة العربية. قدم ايضا العديد من الالحان والتوزيعات لفنانين اخرين مثل صباح ونجاة الصغير ووائل كفوري. صغيره نجاة الصغيره. صغيرة. شو قدم لوائل كفوري؟ ما ماشي. انا صاحبي بس ما اشتغل. عامل غسان رحباني ايضا في مجال المسرح والموسيقى التصويريه. مظبوط. كتب ونفذ الموسيقى للعديد من الاعمال المسرحيه والافلام. أوكي. وحصل على عده جوائز وتكريمات عربيه ودوليه عن عمله الفني. هاي بتزبط عمين مكاني. هاي هيدي هو العم موسيقى. غسان رحباني يعتبر واحدة من رواد الموسيقى والفن في العالم العربي، ومساهمته الفنية والثقافية قد تركت أثرا كبيرا في المجال الموسيقي العربي. ما قالوا شيء عن إنجليزي. الله يرحمهم يعني فيروز. حتى أنا ترك أثرا. لا ما جاب موسيقى. ترك أثرا مات. حلو حلو ذكي. أنت أول شيء مش مواليد 53؟ لا أنا أصغر بكثير. أنت 64 أنا. أوكي. يعني 11 سنه في فرق. واكيد مش ابن ما بعرف مين مانويل رحباني. ما في مانويل. في مانويل بي وقت اطلقوا بالستينات كيشيشن عائلته بعتقد. مطرب يعني؟ ايه بغني. كان مثل ازنافور كثير لذيذ. كان لاجاري فيني ربح هو وقتها اول جايزه لما مثلوا لبنان باوروبا باليونان سنه 69 ربحوا اول جايزه. اسم الغنية كان لاجاري فيني. اوكي. كانه الحرب بصوفيا. وصاروا يزقفوا من اول نهار، الناس ما بيعرفوها ولا هو ستار. ووقف؟ لا كفى كفى كفى. لا معروف. عمل كثير اغاني قبل سامي كلارك بلش هو. هذا ستيل مع البابا. بعدين هاجر لبنان صار يشتغل بامريكا، عايش بميامي وبفيغاس. وبعده هلا بحكي انا وياه على التليفون. كثير حبوب. اوكي. هذا مثل يعني احلى ذكرى بتذكره واحلى ايام مانويل. بس مش راح بين عائلته. لا. والمطربه فيروز. مطرب يعني اختصروها بالمطرب. مطرب وفيروز يعني. لا والراحلين عرفت الراحلين. وانا يعني مانويل وفيروز يعني. ومساهماتي الفنيه وصارت تركت انه انا انا كمان شيلونا كلنا قشونا. طيب هلا انا بهمني اعرف شو عمل له لوائل وشو عمل له صباح وشو عمل له نجاة الصغيره الحان. قليله. طيب انا بدي بلش باغاني ما بيروح يعني، كل واحد عنده ولد بده يغنيهم. عمي ابو مسعود وطلع الضوء على الواوي. يعني بصراحة مش من زمان كتير، من زمان بس مش كتير كتير تعرفت انه هولي انت وخيك مغنيينهم. تتذكر شو عندك ذكرى عن هالشيء؟ لأنه يعني صراحة بعضهم ضاربين بعضهم لهلأ الولاد. لك هول أغاني مش هين واحد يعمل مثلهم ويضاينه. هول أغاني مثل تبع مثلا هابي نيو يير، مثل فيف لوفان، مثل شوية يعني هابي بيرثدي. ما بيروحوا صح. وهيدا اللي لاحظناه مع مرور الاجيال. كل جيل عم يكبر من بعدنا بنحسهم بيقولوا لنا عم نتعلمهم بالمدرسه، حتى وصلت اولادي يتعلموا يعني بعدهم ماشيين. طيب هودي الذكرى تبعهم هي بتذكر انا كان عمري وقت غنينا هون 11 وجات كان عمره 8 7 4 سنين في فرق انا وجاد. انا بقى وسجلناهم ببولي ساوند ستوديو عند نبيل ممتاز بكورنيش المزرعه. بتذكر كنا ننبسط بالبريك تنروح ناكل بالجوندول كروك مسيو مسخن. والله ايه هذه المساله بتذكرها.
وبتذكر كلهم سجلتهم مع بعض. ايه هلا كيف هودي كنا ايام وقت بكفايه كان بالصيف كان البابا يمرنا اياهم على البيانو ما نعرف شو عم نعمل ما في تعوا بنعمل اغاني للولاد تعوا غنون يعلمنا اياهم على البيانو انا وجاد ما منتبهين وشغله كبيره ما بتعطيها اهميه ما بتعرف شيء انت يعني انت ولد ما بتقدر البابا عم يقول لك هيك بتعمل مثل ما يقول لك بيك نزلنا على الاستوديو بتذكر كيف كنا واقفين وكيف الازاز وين الميكرو وين نبيل قاعد والبابا كيف قاعد حدنا عم بيقول لنا يلا غنوا وكان السي دي مقسوم رفران كاسيت كان حاطين ايه هو لا مش كان الالبوم فينيل كان مقسوم يعني الاغاني كلهم بالرفران انا وجاد بنغني سوا وبكل غنية في سولو وحده الي وحده سولو لجاد يعني مثلا عيدك يا ماما سولويات صوت جاد الرفران مع بعضنا عمي ابو مسعود انا السولو شو تروقت اليوم هذا انا وبالعمي ابو مسعود انا وجاد دائما الرفران اثنيناتنا انصحت؟ مشان هيك انصحت من ورا غني كان عارف بيك لايو وين حاطك ايه بقى هيك يلا نعمر يا اصحابي بتذكر وخلصت السنه يا مدرستي وعمل شغله منيحه البابا فيها انه مبروك يا بابا مبروك اليوم فرحه بعيدك صح يعني عمل للبي كمان للبي كمان واو حلوين هول يعني انا ابني عن جد بينام عليهم ابن صغير يعني بس وعي معسون هون لا عليهم انا بتبع تليفوني صراحه لا بمزح اليوم لانه انت بدك لا بدي اياك تمزح لا بقطع تليفوني صراحه بعرف انه بدك تعرف انه حلوين انا بنبسط فيهم لانه فيهم براءه يعني الاولاد لما يسمعون بيرجعوا على عائلتهم منهم غريبين عن المجتمع اللبناني الاغاني يعني كانه بتحس بتنبسط لما ابنك يسمعها مش اشياء ثانيه جايه من برا صحيح. للاولاد صحيح طب شو قصتك مبروك اول شيء على السوشيال ميديا واخيرا صرت اكتف لا انا يعني كنا نسمعك لا وما اجلادي ولا وما اجلادي هلا اسم الله عليك يعني طلب مني هالشيء تكون الاباج وافانغارديست انه عملنا شو بدهم اولادي كثير اكثر شيء بيهتوني بالشغله ماشي حالك انبسطت فيه للسوشيال ميديا عم تستفيد انا حسيته يمكن بستفيد بس يمكن عم بستفيد ما بعرف بس لازم اعمل تاخذ اخبار منه مثلا لا انا ما بشوف شيء انا بس بحط بوست ستوريز بس ما بقرا شيء يعني حاطط تعليقات ما بطريقه اذا علقوا عليك بلا اذا بعثوا لي كومنتس بعمل لهم لايك كمان حتى لو كانوا بترد مثلا حدا اذا مش عاجبه مثلا بتعرف او بعمل له بلوك اذا ما اجلي ده فت على الاصول فيهم يعني طب جود لا بفوت بسبه وبعمل له بلوك ايه تطلع هيك على الفاضي لا على الاصول ما هو في يرد عليك لا وفي تحت بيقولوا لك بلوك هذا الاسم ولا بلوك هذا الاسم وكل الاسامي المعقول يكونوا يشبهوا بقول لهم اي كل كل العشكالته يعني بذري دغري كل العشكالته يعني كل شيء العيني يعني كله نهائيا يعني غسان وين هالاغاني القويه ممنوع فيتامين قصتنا بهالمجتمع طريق المطار سنه 2000 ما عندنا يعني صرنا نشوف اغاني تنزل جمعه ما نلحق نحفظها تختفي قبل كانت تعطل 3-4 أشهر يمكن لأنه هو الأغاني بعده نفس الكواليتي بس التي في ما بقى يحط قد قبل ما بعرف ليه التي في ما بقى بطلوا ثوروية بطلوا يعني ما بقى هلا يعني لما يكون في دربكة مدير التلفزيون بحب أكتر بس لما يكون في فيولون مثلا بفضل ما يحطها وأنا ما فيني أعمل إلا اللي بحسه هلا إذا بتجي آخر غنية كانت اسمها الشارجر هي مشكلة عالمية وطنية ما حطوها ما حطوها مش لانه هي مش منيحه هن ما حطوها واللي قبل انت عرضت على كل التلفزيونات انا بعرض الكل ببعث لكل المدراء اصحابي من روي ولا ميشيل ولا الشيخ بيير ظاهر ولا الجديد ببعث للكل ولا التقال ولا ببعث للكل على الواتساب شال وي جو بس بقول يس سندت لكذا الموظفه بس هلا من هون بنريح انه هن بدهم يحطوا او لا ما بعرف شو الاستراتيجيه هي بس مشكله اذا بدك نشر يعني مشكلة عرض يعني ما طب ليك اذا انسان عامل تحفه والشعب ما شافها كيف بده يعرف التحفه اذا حلوه بقى مشان هيك الويندو يعني تتقطع على الناس هو التي في بعد السوشيال ميديا اوكي بس انا بالنسبه لي بعد التي في له رهبته بلبنان خصوصا من عمر 30 وطلوع صحيح الاغاني يعني اذا عملت شو بدك اكثر من انه عن السيستم بنكاري عملت معك مو معك على وقت على الاي تي ام وكيف واقفين الناس وكيف مدير البنك عم يضحك عليك عملنا السين كله يعني هيدي لازم تكون انه على كل لسان بس ما انحطت ولسه فاكر عن الاكل كيف الانسان ما بقى معه مصاري وبده يضل ياكل بالمطعم غصبا عن الطبيعه صح. كمان ما انحطت بركي ما بعرف كنا عم نحكي عن وياك برات الهواء انه بركي الناس بدهم لحن اضعف لا مش اضعف يعني لا هيك لا اخف لا لا لانه مثلا الغنيه تبع البور اللي عملتها هيدي لحنها رائع كثير هي عالية بس ايه بس انه ما انحطت كمان فنعرف الناس اذا شو بدها ما فيك تقول عن معقول قد ما صار في اغاني للبور يمكن عملت. يمكن
هلا ما فيك تقول شو راي الناس اذا ما شافوا، يعني ما فينا نجي نختصر الناس شو رايهم اذا ما شافوا. لما يشوفوا ما يحبوا بتعرف من الكومنتس، بس بدك خليهم يشوفوا اول شيء صح تنحكم عن الناس بده. سؤال طابلو، شو الغنية من الأغانيك؟ هلا بدي أكتب الجواب هون وأنا رح أكتب جواب تجاوبنا عليه. شو الأقرب شيء على قلبك من أغانيك اللي بحبها أنا أكثر شيء؟ شو ارسم عمري؟ أنا قصتنا بالمجتمع. شو ارسم عمري عيال؟ طبعا ما عملتها تبع البور. تبع البور بمحي؟ خليها لوقت بدك تكتب اذا بدك. شو؟ قصتها تبع المجتمع انا كثير بحبها. انا كمان. مع انه منا مش معناتها ما بحبها وديك يعني. شفت طريق المطار وصار سنة 2000 غير ستيل. وممنوع كانت اذا بدك الابوجي يعني تعرفنا اذا بدك على غسان اكثر، ديكور كله ابيض وبابيون عملناها بالمدرسة حتى. بس قصتنا بهالمجتمع بتحسها انه عم تحكي عن كل واحد وعم تحكي عن المجتمع، عن جد قصتنا بالمجتمع. ما هي ستيلا راقي. ايه كمان. بس اخذت حقها بس لانه حطوها ست اشهر على التلفزيون، كانوا يحطوا ست اشهر الغنيه على البيك تايم، ما في منها بقى. صح، كنا ننطر بعض الاخبار. بعدين بدي اقول لك شغله، يعني معلش مو ترى التلفزيونات المسؤولين انه هول الاغاني انا عم بعملهم، مش عم بعملهم حتى تطلع مصاري بحفلات خاصه، عم بعملهم كرمالهم وكرمال اولادهم وكرمال مستقبلنا. كرمال انا هودي مثل مقال عم نكتبه بالجريده، بدل ما اكتب مقال بالجريده بكتبه بغنيه، فمفروض هن يحطوا هالاغاني كرمال الوطن كرمال الجيل تيوعى، يعني مش عم بيسيروني بيكونوا، يعني هن هيدي بزوال لهم كمان. عم نحكي قصه كل انسان لبناني. صح. في شيء جديد هلا رح تعمله؟ ايه هلا صورت ما يأست. ما هو مش ليش بدي يأس؟ ما بعرف انه واحد هيك وقت يشتغل ويحس انه ما عم بياخذ حقه. ما عليه. ما يصير. شوف شيء جديد. انا مثل التريلا اصلا عقلتي شوي. هلا خيي جاد كتب غنيه اسمها شو بقي من لبنان. اوكي. شو بقي من لبنان كمان جديه. اوكي. يعني ما راح نسمع فيها. كلمات والحانه توزيعه. صورت اول نهار بعد عنا 7 شهر، ما بعرف يوم نحن بنبث الحلقه، بسبعة شهر بيكون ثاني يوم تصوير وبنعمل الايديتنج. اوكي، وانت بس رح تغنيها هي يعني؟ انا غنيتها ايه. والستيل زيته؟ هيدي تحت اداره الاستاذ جاد. الستيل زيته؟ يعني ستيل غسان؟ لا ستيل عم بقول لك الجدي. ايه بس انه جد، ما هو اخر اغاني كانوا جديه يعني. يعني كيف ارسم عمري؟ يعني هذا بهذا الجو. اوكي، رح تعملنا شيء مش هالقد جدي؟ اذا حدا ما عرف شو ارسم عمري بيفوت على اليوتيوب شانل تبعي يشوف ارسم عمري بيعرف على مستوى عم بحكي بالكلام وبالاوركسترا. لا انا سمعتني انا ما كنت اعرفها. ايه. هلا سمعناها انا وياك جوا من اول اصلا بين الميوزك اللي بلش فيها تلفت. غني مع غسان ملت سيزن، اول سيزن كسر الدنيا، مع انه قديش تعدوك انه شو عم تسمع صوت على التليفون عم بيغني وما بعرف شو. اول شيء بدي اسالك سؤال كان يمكن كان بدي اسالك اياه من زمان بس انه ما صار لي، هل على التليفون نقدر نعرف اذا انسان صوته حلو او لا؟ انا بقدر، يمكن انت ما تقدر. هي شغلتي. اوكي، بس فيك من التليفون. ايه انا بقدر. يعني ما بيأثر تغيير هالصوت ابدا. على بالعكس بدك اقول لك شغله، كساوند انجينير على التليفون، التليفون بيفضح اكثر شيء النشاز، فريكونس الميد رينج. الميد لا هاي ولا بيس، الميد رينج بيفضح النشاز. ثاني شغله، لما كانوا ينتقدوا وقت الصحافه انه كيف عم بيبلفنا وكذا، كانت الجواب يجي، الجواب تبع عليهم كان يجي لما نعمل الفاينلز، ما الفاينلز اخر 3 حلقات بيجوا كل اللي اجوا على التليفون اللي نجحتهم بيجوا لايف، وبيجي اساس بسام بدور كان الاوركسترا هو كبيره، وبيجوا نشوفهم لاول مره. طيب كل اللي اجوا كانوا قوايا، لكن انا على التليفون اخترت مزبوط. عملت 3 سيزون بالاو تي في و3 سيزون بالجديد. وليه وقفت؟ ما بعرف. بعد ما انت قررت يعني لا بطل، انا بدي اعمله انا بعد بحسه بينعمل اذا بيتدرجلج، بس ما عاد عادوا التيفيات يهتموا، وانا ما كثير بركض يعني ما لي عين اطلب. فالبروجرام بعتقد بعده بيمشي لانه الفكره بعدها فريده من نوعها وفكرتي وبعدها حتى ذا فويس اذا بدك بعدين اجى زياد رحباني معك بفرايم. ايه زياد قعد بالسيزون معي بالجوري. ايوه سيزون 1 او 2 بال 1 كان البابا وزياد وانا وبعتقد باسكال.
بس انا عم بقول انه غني مع غسان ذا فويس تشبه الفكره بس لا يعني ما بيشوف بيسمع الصوت بيبربر الكرسي. بس انا بسمع الصوت ليش عملت هيك؟ لانه كل الدنيا بتقول ما بقى في صوت صار في شكل. طب جينا نحن عملنا مثل ما بدكم شفنا الصوت قبل الشكل وبس شو ما طلع شكله بدكم تتقبلوه. هذا واجهت مشكله بالديلي لعم نعرف تكون عم تحكي على التليفون في ديلي. وانت عم بتبس لبرا في تاخير بالديلي عشان هيك صرنا الموسيقى الاوركسترا بالاستوديو صرت اطلب منهم دقوا على الخفيف تنلحق صوته تمن دقيقه هو عم بغني ببيته انتم بتلحقوه ايه لانه في هالديلي بدنا نعمل سيكولوجي مع الديلي بدنا ندرسه نفسيته اكيد اول سيزون قديش عم بتخيل اول سيزون قديش كانت صعبه يمكن اول حلقتين ثلاثه هي شغله غريبه شوي طب يلي ربحوا شو قدمنا غسان يلي ربحوا انا كنت من اول سيزون كنت اشرح باول سيزون انه يلي بيربح اثنين اذا ربحوا اثنين انا بقدم لهم كلام ولحن وتسجيل وتوزيع باستوديو بس الفيديو كليب هن بحبوا يعملوه عليهم هلا ما قدروا يعملوا كليبات لانه ما عنده بادجت بس كان المفروض انا اعمل ديل مع التي في انه بليز لما اعمل له انا غنيه انتم على القليله صوروا له اياها او كمان حطوها بركي بس يصوروا له اياها شو بده يحطوها اوديو يصوروا له اياها لانه الاصوات اللي طلعت من اهم الاصوات اقوى من السوق كله في حدا كمل منهم في منهم عم بكف مثلا رضوان صادق بيبعث لي اوكي كفى رضوان بس ما عم بشوفه اوكي في فترة في حدا ما كفوا لا ما كفوا مزبوط يعني ما بينوا كتير حاولوا أوكي. بس حرام بدهم حدا كان يساعدهم بالبادجت طبيعي أكيد طيب بدي فوت بعد آخر سؤال قبل تبردوا أنا ما كنت رابطهم بشي أنا أعطيتهم الحرية يعني ما عملت معهم كونتريات لا 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 أنا بتربح إن شاء الله تكون بهالتي في لما شفوك بهالسيزن شي بروديوسر شافك ويهتم فيك أو فيك حلو انه كان اجنبي وعربي يعني حتى ولا الجندي مثلا هلا بعده بتلفت لي نظري كمان كانت صغيره عمرها 15 سنه بتدق عود ولما تبرم وجهك بتحسها ام كلثوم يعني ما بتتخيل انه هالكور هذا الجسد في منه هذا في هالصوت طب غسان ليش مثلا انت اطلقت الفوركات اطلقت كذا مطرب ليش ما تبنيت حدا منهم فنيا الفوركات انا اطلقتهم لالي يعني ضلوا معي اللي ربحوا لانه بدي اترك لهم حريتهم انا عارف حالي ما اقدر انا اقوم بهالمهم كمانجر واشتغل لهم وحفلات وما معي وقت كان عارف حالي ما معي وقت لانه الفوركاتس كانوا اخذين لي وقتي اكثر شيء اوكي خلينا نحكي شوي سابين كمان ايه عن الفوركاتس وعن سابين اخذتها على عاتقي مو بقى في كم واحد بياخذ على عاتقي اوكي طب ما زي حكيتنا عن سابين برجع فوت بالفوركاتس انهي فيها سابين كان في تعاون عملته بعث لي ايميل وحكيني وكمان ضرب بسأل مع انه كانت غريبه هيدا بعدين شفنا ما عاد في تعاون انت وسابين صار مش صار مشكل او لا صار عندها هي وجهه نظر انه فكره انه انا عم بشتغل مش مزبوط هي والوالده يعني اما شافوا انه مش هيك بدهم الطريق وانا قلت لهم بلا هيك الطريق بدكم طولوا بالكم ولما ما طولوا بالهم فكسنا العقد لانه انا بشتغل مثل ما انا بدي أوكي. بس بعد فتره انا وسابين ضلينا اصحاب ورجعت اجت بعد فتره وقالت لي كان معك حق بصراحه يعني كلام لما جالس بالامانات بس انه قالت لي كان معك حق الفيزيون تبعك كانت مزبوطه ومن بعد هذا الاجتماع رجعت طلبت اذا فيها تعيد بيني وبينك يا هلال غنيه الوالد تبع هدى والدليل انه وزعتها وعملت لها اياها واخذتها ويعني بعدنا اصحاب انا لما التقي فيها بعدنا كثير اصحاب أوكي. كان خلاف هيك بتعرف انه يعني الناس اوقات بفكروا انه بيعرفوا بشيء بيكون شغلته بس اذا ما فيني اقنعه انه شغلتي منيحه مثل ابنك انت لما تكون صغير تقنعه يا بابا ما تحط ايدك على النار بتحرقك لما تحرق ايده بيقول لك معك بيتعلم مثلا هيك شيء مش اكثر فور كاتس فور كاتس يعني مثل جيمس بوند كل مره يتغير انا كنت اقول هيك جيمس بوند يعني بضل هو شاب مثل كل فيلم حدا تقريبا لو ممثل صار ختيار بجيبوا غيره بس بضل اسمه جيمس بوند هيك الفور كاتس كيف طلعت اول شيء كيف طلعت فكره فور كاتس طلعت معي بال 96 كنت نسهر كثير يا الله من الايام نعمل كاراوكي بالاكينوكس بجوني كاراوكي عن نبيل كيوان الله يرحمه صديقي بجنن الانسان بقى كنا نعيش هونيك 95 96 94 كل مثل الخميس كان كاراوكي وكانت تجي معي دليدا تغني كاراوكي وشانتال ايسر صديقتنا طلعت فيهم مره هيك شفتهم عم يغنوا مع بعض فيم I wanna live forever. طلعت حسيتهم كأنهم في حواليهم كادر على التي في تخيلتهم هيك وأنا بتعرف أنا مأخوذ كل حياتي بالباند يعني أنا جي أر جي عملها بالوقت يعني بلشنا وايلد هيز بال 81 الباند أول فرق الماتل بالشرق وبعدين عملت جي أر جي بال 84
يعني انا الباند بالنسبه لي مش انه انا الان السولو تبع الشرق دائما انا ما كانت موجوده عندي، كنت بحب الباند من المنطلق. تخيلت انه يا عم ليش ما بعمل باند؟ لما شفتهم تخيلتهم باند. بعدين بلشت افكر انا وبينصحوني انه ايه الباند اذا كانت اثنين، اذا كانت اربعه او ثلاثه احلى صرت انا لقيت انه الاربعه هو الرقم منيح. بلشت اعمل ريسيرش مين معقول يكون تنقلع، وقلعنا ب 10 11 12 يلي هي لبيه، لانه انا بعرف انه اغاني الياسر الرحباني بيقدروا يفوتوا على قلب الناس بسرعه. الجيل القديم والجيل الجديد والجيل الجديد بيشوف انه انا بيي كان يسمعه امي انا وصغير، فبفوت بسرعه على قلب الناس بشيء منيح اللي هو الياسر الرحباني. اوكي مش انه خلينا نوقف هون ونفوت بريك. نعم بدي ارجع احكي شوي عن الفور كاتس ليكون معنا وقتنا طبعا نحرق الهيدا. بعد البريك رح نكمل عن الفور كاتس، رح نحكي عن الفور كاتس، رح نحكي عن الكبير الياسر الرحباني، رح نحكي هيك شويه سياسه. في عندي خمس اسئله تشوف قديش غسان جريء قديش رح يجاوبني على كم سؤال منهم. بريك ونرجع. سنة اثنين ثلاثة وبعد الجورة على البوابة، أربعة خمسة ستة وبعد الجورة وعم تنمى. أهلا وسهلا فيكم بمدينة سهر ولاس فيغاس الشرق دبي. هيدا هون الفيليج، ومن هون بنروح على السفارة الأمريكانية. هيدي الجورة حبيبة قلبي تعودت لها، إذا بيزبطوها ما بقى لي قلب يعني تعودت لها. هلا بيقولوا لي زبطها على حسابك، اوكي، بس هيدي في هون اذا لاحظتوا بلديه، يعني هيدي انا ما فيني بس زفتها، بده يجي حدا يعملها. ماني عارف مع مين بدي احكي، صار لها ثلاث سنين بمدينه السهر والاحلام دبي، يلي بيقتلوا حالهم المغتربين اللبنانيين تيجوا على دبي. يعني نص الطريق كل السيارات مجبوره تزيع عنا بعجقه السير على البيك، على البيك بدبي على مطرح البيك. صار لها ثلاث سنين، مره دولاب، مره شتله، مرة شريط، مرة كرسي، مرة صخرة بحطوا عليها ما حدا بيسدها. فنطلب مرح سبسي، بيقولوا غسان عم بيعصب بكل رواق. إذا بتحبوا مدينة الشرق حلوة بتتزبط. عم تكبر عم تكبر عم تكبر الفرحة، إن شاء الله سنة الجاي منشوفك بالطرحة. شو هالفيديو؟ لحظة قبل، هيدا الفيديو صورته وما نزلته هددوك؟ لا شو؟ أنا ليك لما بدي أعمل شيء عن لبنان بدي أدرس فايلة ملفة من كل مزبوط من كل النواحي تما أكون صادق مع الناس. أوكي. لأنه أنا مش مثل السياسيين بوعد بشيء وإذا ما زبط ما بعتذر بعتذر. يعني مثلا السياسيين بيوعدوك بشيء ولما ما بيصير ما بيطلعوا يقولوا سوري بعتذر من الشعب. حق عليك أنت، وأنت فهمت غلط. ما رح أحكي أنت إذا فهمت علي. بقى أنا جيت خبرك هلا، انت ناطر، انت قلت لي على التليفون بدك تعرف شو، قلت لك رح اعطيك اياها على الهواء دغري النتيجه. جيت صورت الفيديو، بعدين انت حاطط الصور الستيل بعدين هلا ما تتخبر. بعدين رحت عند الماما عم فرجيها اياه، قلت له ماما ايه حلو بس بدي اسالك سؤال، انا ما شفت جوره. قلت لها ايه هي تبع البلديه بركة مكسور نصها. قلت لها انا حكيت حاطين الشتله على نص الثاني من الحديده. صحيح. قلت لي ايه بس انتبه ما تكون مجوره وتطلع غلط. معها حق، لعب الوسواس براسي، ما تكون كسلان يا رشيد، دور هالسياره وروح على جوره بالليل. ما في حدا، زحتها. فرجيهم الصوره. شو طلعت؟ حطوا لنا الصوره، صورتين بليز. ما بها شيء. هاي ما في شيء؟ ما في شيء. الصوره الثانيه هذا كريدت كارد تبعك بركي واقع. لا هذا شيء زبالة زبالة. في صراصير كثير كان بالحديدة طلعوا هيك. ليك شلتها زحتها على جنب على البراد الزيح الابيض. شو هي هي؟ تبعت على الارسال. ليش حطينا؟ جيت انا سكوت يا ابني ضاين لبكره بتفتحوا المحلات. رحت على المحلات في اوبتيك محل حد دعوينات. ايه. فت لعنده قلت له مرحبا، قال لي استاذ. قلت له استاذ كيفك؟ قال لك هيدي الجوره صار لها ثلاث سنين منزيع عنا كلهم بيضربوا بعض كرمال هيك. جيت عم زيحها امبارح ما لقيت في جوره، فيني اعرف شو سرها؟ وانا شو قلت بحالي؟ بركي هي رخوه عم تقشط حاطينها تبع السيارات، صرت اوقف ادبك عليها نط 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 كسرها هيك ما تنزل، لكن هي ثابته يعني ثابته. قلت له طيب شو مشكلتها هيك؟ في حدا قال لي بس هون انتم بالمنطقه الحي شو هي مشكله؟ قال لي استاذ لا هي ما بها شيء. قلت له طيب ليه حاطين عليها؟ قال لي لانه في شق في زلمه ساكن حدا كل ما تمرق سياره عليها بتعمل بب بب بضيقت له صوت مضيق وما في نام.
عم تمزح حياة الله. والبلدية ما 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 عملوا شيء، ما شافوها، ما تحركوا. في واحد مزعوج من الصوت تبع دب دب قاعد ويلي بالسيارة، حط الله تزيحوا عنا. طب أنا رحت اليوم كمان سألت شباب عن جديد، قلت له طب شو بدنا نعمل هيدا؟ مين المزعوج منا؟ قال هيدا البيت قدامه لأن تزعجوا بالصوت. قال شو قلت له بدك كاوتشوكي يعني؟ حط لنا كاوتشوكي يعني؟ قال إيه. قلت لهم بحكي البلدية؟ ما في بلدية. قلت لهم بس في حدا أكيد بالبلدية بنقدر نحكي. وجيت لعندك بتصدق إنه صرنا ثلاث سنين فاكرين في جورة؟ طلعت بس حدا زلمة مرتاح، زلمة مرتاح على أنت مش عم بنام هلا صار لي يومين. لا رجع حطها، أرجع حطها. ثاني يوم شفت المقربة ما عاد دقرتها أنا احتراما لشعوره. مش بدك تفضل القصة. آخ 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 بدي أرجع أكمل شباب الفور كاتس. تغير كثير صبايا بالفور كاتس، بس كان في اذا بدك دليدا هي دينوميناتوركم السبت الوحيده وقطع صبايا صاروا في منه صاروا مشهورين وعملوا اذا بدك كارير لحالهم مثل مايا دياب مثل نيكول سابا نسرين زرق صارت عم تعمل بروجرام هي وجوزها بس ما كملت بالفني ما كملت هنا استقبلتني مره ببروجرام هي وجوزها شو اسمه المصري الشاب اللذيذ كان يقدم سوبر ستار صحيح ايمن قسواني اي مزبوط حاطين اولادهم عندنا بالسوديكو يتعلموا ليه وقفت ليه خلصوا الفوركاتس لانه انا عندي فلير بالحياه بالفن عندي فلير يعني بامن بحدث تبعولي بعرف امتين بدي بلش وبعرف امتين بدي انتهي مش مثل الناس اللي ما بيعرفوا بقى يخلصوا انا بعرف امتين بخلص حلو تخلص بالأبوجي حلو أنا شفت لك غير جواب مرة أنت قلت إنه أنا عندي صبايا بدي ربيهم على على أغاني الياس لا يعني عندي حدس عندي حدس أمتين بلش وعندي حدس أمتين انهي هلا ما سألتني ليش انهيت إيه هلا بقول لك ليش انهيت أنا بدي أنا كنت بدي إنه لما يصير عندي أولاد بنات لما صاروا يكبروا خلقوا حسيت إنه ما بدي بقى يشوفوا أمهم عم ترقص على المسرح بشكل سنسويل إذا بدك أوكي. ما بحب هالشيء فيها دليدة توقف مثلا تجيب غير دليدة كمان بس إنه كمان إنه هون بتجي القصة الثانية إنه لازم وقف بالأبوجي كمان بتجي لازم توقف بالأبوجي وبذات الوقت إنه أنا ما بدي بقى يشوفوا إنه أنا بشتغل بهذا النوع أنا مشان هيك صرفتني نقلت ثقافيا 100% 180 درجة على معهد الموسيقى تعليم يعني هلا اولادي وعيوا انه في الياس رحباني ميوزك اكاديمي وبيعرفوا الفوركاتس بيحضرون شو حلوين ليش يا بابي ما بترجع تعمل مثل ما بيقولوا للناس بقول لهم ما جوني بلي لو طام ما عندي وقت ما عندي بصراحه ما عندي وقت الفوركاتس بتعرف شو عملت بحياتي بعرف انه كيف بدك تعرفك ليك ما سالت حالك بالدول العربيه كلها وبلبنان ليش ما حدا قدر طلع عمل فرقه تانية لانك بتموت كيف بيقولوا بالتربيه ما بيربى جسد غير ما يفنى جسد ايه بدك كيفنا 100 جسد تضل الفرقه لانه كلهم متفلسفين وكلهم فهمانين وكلهم مطلعين وكلهم اكيد في من جوا مره ما بتطيق المره وكيف بدك تجمع اربعه 100% مش هيك صرت تتغير ليك بس هلا قلت شيء انت بركي فاهم غلط ما بعرف يعني شو انه ما بدك اولادك يشوفوا هالنوع من الفن يشوفوا الاكاديمي هالنوع من الفن يعتبر انت برايك لا منيح لا منيح بالعكس الفوركاتس كل الناس بتقول والله كانت الفرقه روعه اغانيهم حتى اغاني الياس انه مرتبين وكذا وما في ما في صيت ما في اوكي بس انا شوي عندي كوتي بدوي براسي اوكي زيادة عن زوم لو بتبين اشتغلت لو بتبين مودرن يعني. اشتغلت بس انا معقول لا بس انا عم بقول انه يعني ما بدي يطلعوا الاولاد مؤثرين بالدانس موسيقى الدانس يعني بس كله رقص ودانس وكذا لا اوكي بدي يفوتوا بالعمق اكثر هيدا سبب من الاسباب بدي احكي شوي عن الكبير ياسر رحباني بكل مقابلاتك عم تطلع وعم ببكوك وهيدا انا بدي احكي بالكوتيه الحلو اللي نذكر بالنهايه الموت حق مثل ما كلنا بنعرف والانسان بيفقد كتار وبحبهم كتار بس حلو هيك نتذكر هيك طريقه مهضومه كم شغله هيك عن ياسر رحباني اول شيء شو اكثر غنيه هيك بتحبها لياسر رحباني اكتب لي اسم غنية
عم اعمل صوت على اساس شو هي؟ ياسين رح ترجعي لي انا كمان؟ لا والله ليك ايه بس انا رح اصلح لك غلط شائع، غلط شائع. شيل الياء عن ياسنيني، هي ياسنين. شيل الياء هي كسرة؟ لا ياسنين، لا ما في كسرة، ما في حتى سكون، هي يعني مش ياسنيني لإلي، ياسنين يا هالسنين يعني اللي رحتي رجعي لي هيك، ياسنين اللي رحتي مش ياسنيني. انا حتى انا بس انه خلص هي زيتها، هي زيتها غصان ترجعي لي خلص غصان، هي زيتها كثير حلوه اغنيه. انا مع انه في عنده كثير اغاني حلوه، انا بالنسبه لي هيدي توب نوتش جد، بتحبها انت ايه؟ انا بموت فيها لما ندق نحن بالحفلات. بترجع حدا عامل مثلا طلب بقول لك، قال لك بدي غنيها او شيء؟ في ناس بيطلبوا بس بنرفض انا وجاد. جد هاي الاغنيه تحديدا طلبوا كثير اغاني، بنرفض نرفض. مش ما فيك يعني الياس الحبيبي بدك تنتبه على مين بده يغني له ولاي وكيف بتنقوا. نحن عم نغنيهم بالحفلات لما نبرم. ايه بتنقوا. بننقي مين؟ بتنقوا مين بده يغني للياس؟ لا حسب، مش بننقي نحن، ما بنفتش. لا اذا اجوا عندكم عندكم حسب مين؟ ايه عندكم كرايتيريا معينة. مزبوط اكيد. طب شو بتتذكر شيء هيك شيء خبرية مهضومة عن الياس؟ غير قصة الطيارة، لأن قصة لا الطيارة صرنا حافظين، هو كان يخبرها. ايه مرة وقت السوبر ستار كان ماشي على ببيروت بحد تسعة الشهداء في عجقة، شاف واحد قال له استاذ الياس، قال له ايه، بابا انبسط انه عرفوه، قال له تعي تعي شوفي يا مره تعي، ذاك الاستاذ الياس تبع التلفزيون اجا اجا، ميرسي هيك عم يضحك انه مبسوط هو متواضع وهيك. قال له فينا ناخذ صوره؟ قال له بقى اكيد ولو، قال له طيب اعطى التليفون قال له صورني، تصور هو مرته وفل بي صورهم ما تصوروا بس انه بيعرف هو على التلفزيون. ايه صور بي صورهم وفل، صور هو مرته الزلمه. ايه بعرف انه بس انه هو بيعرف على التلفزيون الزلمه. عم شوف حفلات تكريم، عم شوف حفلات تكريم بس برات لبنان للاسف. عملته بالسعوديه، الشام، بالاوبرا، بالاوبرا بفرنسا، بفرنسا. ليه بلبنان بعد ما صار؟ لانه برا بحبوا مثلا المملكه، بس بتحب لازم بتكلفك الحفله تنعمل له تكريم للوالد. بالشام قالوا لي نفس الشيء الحكومه، هن اذا بدك عم يعزموكم. ايه بتكون واحد عم يعزمك تعمل حفله قديش بتكلفك الحفله، وبفرنسا كمان. أوكي. بس بلبنان انا بدي اعملها حسابي، عم فتش على سبونسرز. ما اشت الحكومه قالت لكم تفضل نحن عازمينكم؟ معلي حرام هالحكومه. خليت كفي باللي فيها. بقى جيت بلبنان انه بدي اعمل، لان كل الناس والكومنتس بيقولوا انه ولو طب ليش نحن ما بنقدر نحضر حفله لتكريم الياس الرحباني ونتمتع بهالجو وكذا. انا معهم بس ما عم بقدر ادبر تمويل. اوف قد ايه بدها؟ مش قد ايه بدها بس انه بده. ايه بس لا بس مين مكان بيكون في سبونسرز؟ في بس ما بعرف انا اتصل فيهم. مثلا مهرجانات مثلا ما بعرف بعلبك مهرجانات مثلا بيقدروا. بيقدروا ما في شيء هالصيفيه مهرجانات لهلا؟ حدا حكاني وما عاد كفى. مين؟ حدا حكاني وما عاد كفى. بس عندنا برات لبنان كمان. بعتقد اهم من انه نجيب حدا من برا فيغني بمهرجانات انه يكون في تكريم للياس الرحباني، هو في رايي المتواضع. اكزاكتلي هيدا راي اللبنانيين عم بيقولوا لي وين ما كان، انه ليه نحن محرومين نشوف الحفله. يعني صراحه انا مستعد اخذ اثنين تيكت. ميرسي. اذا اذا بيعملوا سعر اثنين تيكت. رح اقول له لسبونسر هلا امنا باثنين. اثنين اثنين ايه. بعد سؤال بدي اسالك ايه، عم بيتداول هلا ما بعرف اذا متابعه على السوشيال ميديا. انه في الحان، في الحان مسروقه بياخذوها من برا بتكون مسروقه، وفي الحان اللي اكتشفوا انه فيروز او مثلا ياسر الرحباني اللي هي الحان هي اجنبيه وعاملينها الكمان سرقينها. خبرني شو الفرق بين المسروق وبين اذا بدك المعرب شو بيقولوا له؟ خبرني شو الفرق بيناتهم. اذا انت كاتب اسم الملحن على السي دي وعلى اليوتيوب يعني انت اقتبست، اذا كاتب حطيتها باسمك هذا انت حل صفه، هذا الفرق. يعني يعني رحبني ياسر الرحباني مش سارقين على حوار الرحباني لما اخذوا اياه انا وياك كتبوا لمندلسون تررت 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 كتبوا، بس بدك حدا يقرا على السي دي. نحن بيناتنا نحن نسمع على الراديو يا لينا، يعني في وحده لمندلسون وحده لموزار، بعتقد يا انا لموزار ولينا ويا لينا بروخات عيرينا لمندلسون. طب مكتوب مكتوب الحان مندلسون. بعدين بلاقي شغله بس يعني نولج لكم، لما تصير الغنيه صار المؤلف تبعها صار له 50 سنه ميت، مش وقت الفها، من بعد ما يموت ب 50 سنه بتصير حق عام.
والله ايه بس انه بس كمان بدك تكتب انه هيدي مش الك. أيه. بينما هوديك الملحنين الراتش اللي عملوا حالهم على ظهر السرقه كانوا يحطوها باسمهم، عشان هيك انا اعمل حرب عليهم. اوكي بس بدك تقول انه انت لك او ما لك مش غلط. سوري بدي الله يرحمه بدي استذكر هلا استاذ مروان نجار صديقنا. استاذ مروان نجار كل حياته المسرحيات اللي عملهم تتر بيعون يقول مثلا هالمسرحيه مثلا بطوله بيير شمعون والشباب وعلي خليل كذا مقتبسه من مقتبسه. شو فيها؟ ما بينزل من شأنك اذا قلت، كن واضح مع العالم. طيب انت عشوائي كنا صرنا نقول لك شو حضرة النايب سعادة النايب، كيف كانت هالإكسبيرينس؟ بشعة ما حبيتها؟ لأنه كنت محمس منيح. ايه برمت يعني بعد ما تتحمس ثلاث شوز يعني ثلاث غيرت قد ما برمت بهالمتن تعمل وجبات وتطلع تحكي ايه كنت عامل دفوري مزبوط ايه. لا انا يعني تحمست بالاول بس انا لما لقيتها مش منيحه من بعد الانتخابات بشي 3-4 أشهر تقرفت، مش دغري انا عم بعملها قرفت لا ايه. لما شفت النتيجه بعدين كيف بيتعاملوا مع بعض. انت بعدت شوي عن السياسه؟ بعدت كثير عن السياسه اريح. بس انا بدي اسالك سؤال هيك سياسي بس على هامش يعني لانه عايشينه، ما عندنا رئيس جمهوريه. انت هيك باعتقادك رح يصير عندنا رئيس ومين مثلا اذا انت بترجع لغسان؟ اعتقادي رح يصير رئيس فيه بس هي. بيطول مثل العاده يعني دائما نحن عندنا ولاده قيصريه ما في شيء بيجي عادي. بحاجه في بقطة بحاجه لرئيس نحن؟ لا ما بعرف في بيقولوا لك ايه بس في اشياء تشريعيه تشرع يعني لما كان الجنرال عون رئيس كانوا يقولوا مثل قلته ما بيأثر ما عنده قرار اتفاق الطائف ما بيخليه يحكي او شيل الصلاحيات وما له لزوم فهمنا صارت كل اللي بيقولوا شو صلاحيات بايد رئيس الوزراء ومجلس النواب طيب مش هيك ما بيأثر طيب لما صار في فراغ هلا صار يأثر صار مش ماشي البلد بالمره لانه بدنا الرئيس اعتمدوا خيي الرئيس بيأثر ولا ما بيأثر يعني هيدي بأثر وهي ما بأثر نقوها أي بتكون أنا بمشي هلا بيقولوا لك إيه بأثر بالأشياء الجوانية مدري شو بالقرارات ما بيقدروا يعني مدري شو يشرع قوانين أنت مثلا عندك اسم معين بقول لك ليه ما عندي اسم معين ايه؟ مع احترامي للكل لو أنت وأنا هالقد نضاف بدنا نجي رئيس بدنا نصير متبلين مثل بعضنا ونمشي على منيو عالمي يعني إذا كاركتيرك مثل الشيخ بشير أو كاركتيرك مثل ياسر كيس ما بيأثر لما تيجي الرئيس بكون تصيروا كلكم متبل مثل بعض يعني رمادي هلا في عيط على التلفزيون يفرجيك انه هو شاهم بس بجوبه القرار مش انت رح مش هو رح يقرر صحيح. رح يقرر الدول الاقليميه والعالميه هيدا بده يقولوا لي لا اذا اجى رئيس بضل يأثر يا خيي بتحبوا انتم تحكوا هيك بس انا ما عم زعلكم بس عم بقول لكم نحن الرئيس ان كان نظيف او كان حرامي او مين ما كان يكون رح يكون مثله مثل غيره ما رح يقدر يكون حر اذا بده يكون حر بيموت أو بصير فيه مثل ما صار بالجنرال أنا رح أقوله هذا الشيء بدي أطلع منك شيء أنا طلعت منك عندي 5 أسئلة بس ما عاد بعد 3 دقايق بس تخلص حلقة؟ إيه والله وين؟ أول سؤال مين معه حق بالمشكلة الصايرة بين الكبيرة فيروز والكبار كمان أبناء الكبار عاصي ومنصور؟ يعني اللي عم تقوله ريما ستيلا بيكون أوقات اجريسيف ايه بس مش معناتها انه ويو غلط اوكي في عنده شيء مع حق فيه اكثريه الاوقات سؤال ثاني مين الصبيه اللي كانت غلطه تنضم للفوركاتس وحده ما معروفه مين كانت كثير وسخه حرام اقول اسمها صارت ام هلا عند اولاد كانت بتعرف شو يا زلمه انه من وقت ما فاتت صارت تقول لهم للبنات بعدين ما فيهم مخ كيف بيخبروا بعضهم ما اكيد ما بتقول هي رح يخبروني الصبايا إيه. مثلا خاصه انه معروف انه دليدا اقل وحده بتحكي انه يعني انه تجي تقول لهم بدي اطلب على الروم سيرفيس مليون بلاع على الغداء ومليون كذا وكله سمك وكله كذا خلي يدفع هذا تبع الحفله وبدي خلي غسان شو عاملين لك جبناكي ما بتعرفي شيء فتي على الفن من الباب العريض بنهار واحد صرتي معروفه صار معك مصاري الله ليش انه هالقد عندك هالكراهيه انه بدي كمان بتروح على الحفلات يعني القيمين على الحفله كانت عينه مش شبعانه يعني القيمين على الحفله يقولوا لي لا هيدي في بنت مش طبيعيه
تشوف الصوينة على الباب تحطهم الأكل برا بشكل أنه انتقام، عرفت كيف؟ هيدي وثقة من هالناحية، وما كانت تعرف تتصرف معي بالأتكست يعني اللي أنا معود عليهم. وأنا بيسولوا يقولوا البنات أنه ما بيعرف يتصرف معنا يا خي، هاي أيام زمان معقول أنا بتصرف بمسرحية مع 70-80 واحد من الغسان صليبة وجوزيف بونصار وغيرهم بيير ديغر إيه، وما بعرف اتصرف مع الفوركات وملحم بركات، وما بعرف اتصرف مع اربع بنات يعني معقول؟ معقول بعرف اتصرف مع 70 واحد ذو شأن ودبيكي وراقصين كومبات بكل مسرحياتي، ما بعرف اتصرف مع الفوركات؟ ما تشوف التوك من وين كمان، ما هي بتجي وحده ما عندها باك جراوند بدها تعمل لي الباك جراوند ما هي بدها، ما انت عن جاي لعندي تقول لي كيف بيعيشوا بالفن، سكتي ونفذي ما تعترضي يعني. ثالث سؤال، اذا بيك عم يسمعك بتقول له يا بيي هالفنان طلع نكر جميل، مين هو؟ ما في نكرين جميل، بس بي هو كان ما يربط حدا، ما فينا نحط حق عليهم يعني. مثلا باسكال ضلت معه على طول كل العمر بدون ما، بس بي ما بيربط حدا بعقد يعني، مثل سمير حنا، مثل فهد عقيقي، عم بتذكر هلا مثل مانويل، سامي كلارك، مثل كل اطلاقهم يمكن عم بنسى حدا. واشتغل مع ناس معروفين مثل ما فيروز وبدير الصافي وصباح وجوزيف نصيف، جوزيف نصيف ملحم بركات كذا، بس ما مضي مع حدا. عشان هيك حرين كانوا يضلوا، حرين ما يضلوا، ما في تلوم حدا. طيب رابع سؤال، فنان او فنانه، فنان او فنانه، مش فنانين او فنانات، ما بتحب صوته او صوتها؟ لا بعرف انه في ما بتحب اصواته، ما بتحب حدا عن جد؟ اللي بحبهم اثنين ثلاثة. مين انه؟ ده مين بتحب؟ بحب صوت في تعرفت عليها بنت هلا لما رحنا على السعودية وقت الموجي. اوكي. رواق الموجي عملوا بالرياض. نسيت اسمها، هي مصرية. اوكي. نسيت اسمها. عجبتني هاي بس جديدة؟ يمكن مش جديدة كتير بس أنا ما كنت بطلع عليها، لفتتني بشكل غريب. أوكي. هلأ من الشباب بحب ملحم زين ومعين شريف، بحب وائل كفوري. صبايا لبنانية ما في حدا بيعجبك صوته؟ صبايا كارول سميحة. أوكي. إذا عندك القدرة تغير، خامس سؤال، إذا عندك القدرة تغير شيء بحياتك شو هو؟ لحظة، وباسكال، باسكال سعر، باسكال أكيد أكيد، وباسمة، باسمة، باسمة تركت، رانيا الحاج طبيعي، رانيا لا طبيعي، ما لما اشتغلت معها لأنها منيحة. إيه إيه، ما هو بيشتغل مع حدا مش منيحة، ما هو إنه لأنه بعدكم عم تشتغل صور كفة شو يعني. إذا عندك القدرة تغير شيء بحياتك شو هو؟ إني يكون بريء زيادة عن زوم. كون شو؟ بريء زيادة عن زوم، يا ريتني مش هيك، مسامح كثير، ما تكون هالقد قصدك. ايه يا ريتني اجريسيف اكثر، اكثر من هيك. شو عملت لك؟ ما انت بقوله غسان بقوله بضله يلبد. لا شو بلبد، شو عامل؟ بحكي الصراحة انا. ايه بس انا كثير بالحياة كل النهار يعني عم بتعلم كون من بيك لحياتي وامي، يكون مثل قريب على المسيح، بس ما بقدر كثير كل الوقت. انا اخذ صفحه واحده من المسيح لما خبط قدام الهيكل ضل نزيحهم فيها الحقيقة. غسان ثانك يو، ميرسي لك، حلتنا قطعت بسرعه. ثانك يو سو ماتش، بدي اتشكرك وبدي اتشكر لانك دغري قبلت كمان تكون ضيفه. اكيد ثانك يو، انت لان مهضوم كمان. ميرسي، بحبك. ميرسي ميرسي. شو بدكم يغني لكم؟ شو بدكم يغني لكم؟ شو بدكم يغني؟ شو غني لنا شيء قبل ما اخلص قصتنا بهالمجتمع؟ انا بدي قصتنا بهالمجتمع، فيك غنيه او شيء ثاني او شيء متذكره انا بساعدك فيها. اللي رح احكيها قصتنا بهالمجتمع، يمكن احلى لو غنيها حتى المسامع يسمع. مجتمعنا ديمقراطي يعني صاحب القرار، هو الشعب وشعب لاطي خلف الخوف والانتظار. منيح ثانك يو، هلا بروح بسمعها بالسياره. لهون بتخلص حلقتنا، ضيفي الاسبوع الجاي النائب علاء عون، رح تكون حلقه اكيد سياسيه بامتياز. يلا باي.